نرجع لاخبار الفريق وفايلر بيعقد جلسه على هامش مران الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في شكل النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه، المباراه الافريقيه القادمه هتكون مع كانو سبورت ان شاء الله الغيني. اتكلم معاه عن ابرز الامور المتعلقه بالفريق والسفر والترتيبات الخاصه بالسفر. انه كمان ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيغادر القاهره قبل موعد المباراه للاطمئنان على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق ان شاء الله في غينيا الاستوائيه. عارفين كمان ان محمود وحيد مصاب، كان برضو فايلر بيطمن على محمود وحيد قبل المران المسائي مع رامي ربيعه اللي هيغيب عن هذه الرحله الافريقيه. اتكلمنا عن رامي ربيعه قبل كده قد ايه هو عنصر مهم جدا زي كل عناصر النادي الاهلي. دي كانت برضو لقطات من مران النادي الاهلي، شايفين في الصوره فايلر مع كابتن سيد عبد الحفيظ والمترجم مدرب الحراس كمان ومدرب المساعد ونجوم النادي الاهلي. فايلر بيحاول يكون في علاقات ايجابيه بينه وبين اللعيبه بسرعه جدا، ويحاول يوطد العلاقات كمان كمدرب للنادي الاهلي. بيحاول يتعرف على كل اللعيبه، بيحاول يتعرف على كل النواحي الفنيه، ازاي يتعامل مع اللعيبه فنيا وازاي يوصل لدماغهم وازاي يوصل لشكل فني بسرعه جدا قبل هذه المباراه الهامه جدا. تحديات كبيره جدا بتنتظر هذا المدير الفني السويسري، ان شاء الله كل مجهوداته وكل طموحاته وطموحاتنا ان شاء الله تكلل بالنجاح. زي ما حضراتكم شايفين يعني هما كمان بيتمرنوا ولا بيعمل تمرينه الدبل باس وال1 3 وهو بيعمل التمرين بنفسه، حاجه كويسه جدا. ان شاء الله يكون يعني بادره خير زي ما اتكلمنا امبارح مع حضراتكم. قلت لكم كمان ان هو اطمن على محمود وحيد قبل المران المسائي. محمود وحيد كان تعرض لاصابه وان شاء الله خلاص يعني في اطار الاستشفاء. كمان كان في مع المدرب ميشيل يانكون مدرب الحراس، كان في تدريب مع الحراس المرمى ازاي يستخلصوا الكرات العرضيه او التعامل الصحيح مع الكرات العرضيه، مهم جدا. عارفين طبعا ان كل افريقيا بتعتمد على الكرات العاليه والكرات العرضيه او حتى الكرات اللي من العمق، بس بتكون برضو كرات يعني عارفين الكره الافريقيه، فاكيد التعامل معاها لازم يكون بشكل صحيح. عندنا ما شاء الله الشناوي اكرامي لطفي بيجيد التعامل مع الكرات العرضيه او الكرات العاليه، لكن طبعا التاكيد والحرص احسن بكتير. بحاول اطمنكم على كل الاخبار. كمان توماس مدرب الاحمال كان في فقره بدنيه متنوعه كانت مع المدرب توماس مدرب النادي الاهلي للاحمال البدنيه، كانت 30 دقيقه كان فيها كل او معظم النواحي البدنيه. الجهاز الفني بيحصل على جرعه تطعيمات استعدادا لرحله غينيا، هيبداوا بقى يدخلوا بقى في جرعات تطعيمات، اعتقد ان دي اول مره ياخدوها جرعات تطعيمات الافريقيه عفوا استعدادا يعني تعرفين الاجواء الافريقيه وعارفين اللي ممكن التعرض لو انت مش واخد تطعيمات، لازم كله ياخد تطعيمات، واكيد طبعا الجهاز الفني حصل على هذه التطعيمات. ان شاء الله الجهاز الفني او الاهلي هيسافر يوم او ليله 11 سبتمبر استعدادا لمباراه يوم 14 سبتمبر دور ال 32. سيد عبد الحفيظ نجم النادي الاهلي ومدير الكره بيطمن على ترتيبات رحله غينيا الاستوائيه. تعالوا